السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايا إن كان انت مين، منين، عندك كام سنه، سواء بتسمعنا على الفيسبوك او اليوتيوب او ايا إن كان انت بتسمعنا منين، كمل الفيديو دوت للاخر وان شاء الله هتستفيد باي طريقه. اقدم لكم نفسي، انا دكتور احمد الجوهري، فرقه 5 اطباء المنوفيه. ان شاء الله الفتره الجايه اقدر اوفر من وقتي وقت كافي ان انا اشرح فيه كورس كامل للاحياء في الثلاث سنين بتوع الثانويه، اولى وثانيه وثالثه ثانوي، شرح وافي، شرح كامل وفي نفس الوقت سريع. وبالفعل موجود دلوقتي على القناه منهج اولى ثانوي الترم الاول كاملا، وثانيه ثانوي الترم الاول كاملا، وان شاء الله مكملين مع بعض في الترم الثاني، بالاضافه كمان لمنهج الثانويه العامه اللي في خلال شهر او شهر ونص بالكثير هيكون كامل على القناه. ولان الصوره وان انت تشوف بعينيك هو اساسك للتخيل الصح وبالتالي الفهم الصح والحفظ الصح، فاحنا بالاضافه للشرح العادي على السبوره معانا الجرافيك بورد ومعانا التابلت بنشرح بيه وبنرسم احسن الرسومات وبنشوف صور حقيقيه وواضحه وكمان حاجات مجسمه 3D عشان نقدر نتخيل احسن تخيل ونفهم احسن فهم وبالتالي نحفظ احسن حفظ وبالتالي نقدر نحل كل الاسئله ايا كانت جايه منين وراح فين. ومش بس الشرح، هنقدر نحل مع بعض ان شاء الله معظم الكتب اللي موجوده بكل الافكار اللي فيها ونغطيها كامله علشان تبقى مطمن وانت داخل الامتحان. ومش بس كده، هتلاقي على القناه حاجات كتير جدا زي فيديوهات نصايح للمذاكره، فيديوهات نصايح لاستغلال الوقت، فيديوهات علشان تقدر تغير المينتاليتي وعقليتك عشان تقدر تتعامل مع كل موقف بتعدي بيه صح. ولان في الاخر دكتور، فاكيد القناه هيكون عليها محتوى طبي لاكثر الحاجات الشائعه اللي بتقابلنا في حياتنا وتقدر تفيد بيها نفسك وغيرك. وان شاء الله فتره الاجازه نقدر نحدد كتب ونقراها مع بعض ونناقشها ونشوف اكتر الكتب استفاده ونركز عليها اكتر. على الرغم ان الموضوع مجهد جدا وصعب جدا مع الدراسه والكليه، ولكن تشجيعكم اللي موجود بعد كل فيديو ودعمكم الدائم للقناه هو اللي مشجعني ان انا اكمل. واتمنى لو فعلا المحتوى هنا على القناه هيفيدك وهيفيد غيرك ان انت تنزل تعمل لايك وتعمل سبسكرايب على القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو انت على الفيسبوك تعمل شير للفيديو دوت علشان نقدر نوصل لاكبر عدد ونحقق اكبر استفاده ونتشارك مع بعض الاجر ان شاء الله. كون ان انت وصلت معايا لاخر الفيديو فدي حاجه احب اشكرك عليها. اشوفك في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.